لا انت شفتي انا بحب اتفرج على الاخوه في قنوات اياها معتز وزملائه، بيضحكوني جدا والله. القنوات دي يا جماعه بتحمل نوع من يعني قدر من الفكاهه والضحك بجد، لازم يعني يكتبوها مثلا قناه كذا كوميدي او كذا مش عارف ايه، يعني كوميديا غير عاديه. يعني الاول طلعوا يصرخوا على الواد عمر ديب ده لغايه ما طلع ارهابي، قال لك مش انتوا السبب، انتوا اللي خليتوا الشباب دي تلجا للارهاب. طلعوا يصرخوا على ام زبيده ولما اتكشفت طلع قال لك اه ما انتوا اكيد جبتوا البنت، ولا انتوا هتعجبوا. يعني انتوا بجد والله يجب ان يعني لازم تستغلوا مهاراتكم ومواهبكم دي في تقديم برامج كوميديه. دلوقتي تعالوا نروح ل يعني فاصل قصير، وقبل الفاصل هتشوفوا مهرجان دي كاف للفنون المعاصرة. المهرجان هو مهرجان هيقام في وسط البلد للفنون المعاصرة برئاسة أحمد العطار المدير الفني للمهرجان. هي الفعاليات الدورة السابعة من المهرجان هتكون من 8 ل 29 مارس. تعالوا نشوف نبذة عن هذا المهرجان. ويعني هي في احيانا كده دعوات في وسط زحمه السياسه والمدارس والامتحانات والضغوط وحاجات كتيره اننا نشوف قليل من البهجه في شوارعنا في مصر. فتعالوا نشوف دي كاف بيقدم في ايه، ويعني ايه الفنون المعاصره، ايه انواعها واشكالها. تعالوا نشوف. الدورة دي احنا عندنا خط واضح في البرنامج الموسيقي، وهي عن الافكار الموسيقية اللي هي فعليا تطرح نفسها مؤخرا في الساحة الفنية في مصر وفي العالم. هي الاعمال المبنية على التعاون بين موسيقيين مختلفين من انواع موسيقية مختلفة او من خلفيات أكاديمية مختلفة أو حتى ساعات من بلدان مختلفة. هو دايما بشكل ما أنا يعني أنا شخصيا مهتم بالأعمال اللي فيها دمج، فدايما كان في ملمح ما أو عرض ما ليه علاقة بالدمج أو التعاون الموسيقي بين فرق مختلفة، بس ما كانتش بنفس التركيز بتاع السنة دي. يعني السنة دي عندنا فعلا عوالم مختلفة تماما مع بعض، زي موسيقى اورينتال جاز من لبنان بيلعب مع عازفين ايقاع اماراتيين بايقاعات خليجية معقدة، عندنا بشار بيلعب بيانو عازف موسيقى لبناني بيلعب مع عازف ساز مع درامر فرنساوي، ففي تعددية فعلا يعني مثمرة جدا هنشوفها السنة دي في البرنامج. السنة دي في كذا حاجة مختلفة. أول حاجة إن احنا بنحتفل بالمرأة، لأنه المهرجان هيبتدي يوم 8 مارس وده يوم المرأة العالمي، فإحنا عندنا كذا عرض بيقودوا يعني فنانين في كل المجالات، فنانات قصدي. فمثلا يوم 9 مارس في حفلة مزيكا كبيرة جدا هيكون فيها نماذج من المرأة الناجحة في المزيكا المختلفة من دول مختلفة، ففي مثلا من هولندا، في من فرنسا، في من مصر، وفي طبعا الفنانة الكبيرة سميرة سعيد، وهي شاركتنا في اليوم ده لأن هي بتدعم المرأة وشايفة إنه الفن ممكن يكون إحدى الوسائل إن إحنا نعبر فيها عن اليوم ده وقوة المرأة ونجاحها في كل المجالات في المجتمع يعني. بس فدي احدى الحاجات المهمه. وكمان في الحمله اللي هي الفن للجميع، وهي احنا بدأناها السنه اللي فاتت بس السنه دي يعني هنعملها بصوره اكبر بكتير. وفكرتها ان احنا كل الناس في المجتمع اللي ما يقدروش يحضروا الفن سواء لسبب مثلا سواء دخلهم لا يكفي لشراء تذاكر المسرح او المزيكا او الحفلات، او عندهم اعاقه او لاجئين او اطفال شوارع، كل دول ما يقدروش يحضروا. فاحنا بنتعاون مع مؤسسات خيريه بتجيب لهم اتوبيسات يجوا يحضروا العروض دي، واحنا بنوفر لهم تذاكر ببلاش عشان يقدروا يحضروا. احنا عايزين الجمهور يجي يشوف الشغل اللي احنا بنحاول نقدمه، عايزين نحاول نزق اكتر او نطور اكتر في المجال الموسيقي والثقافي بوجه عام في مصر، عايزين نقدم حاجات كتيره للشباب. اسعار الدخول الحفلات وتواجدها متواجد وسهل جدا بالنسبه لناس كتيره جدا تقدر تيجي وتشترك.